خدمات نوعية وحديثة تلك التي تقدمها مكاتب البريد بتندوف بعد الاستفادة من عملية التهيئة الخارجية وربطها بشبكة الألياف البصرية، الأمر الذي استحسنه المواطنون. لاحظنا مؤخرا تحسن في الخدمات على مستوى ولاية تندوف بما يخص المتعاملي البريد، ولاحظنا أيضا في كل حي يوجد بريد أنه تطورت الخدمات خير من اللي كانت. الحمد لله ماشية مليح، الحمد لله نجون نخرجوا دراهمنا، استقبال زين. الخدمات في لابوس يعني ما شاء الله بها خدمات جليلة، والحمد لله جيت أنا منذ واحد 3 دقائق ودفعت بريات هنايا، والحمد لله كان الاستقبال جيد وما فيش ازدحام. بدورها الموزعات الآلية تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين للاستفادة من الخدمات المتعددة المتاحة بزبائن بريد الجزائر. لي كارت مانيتيك الحمد لله انا كمواطن في ولايه تندوف جيت دورك على المغرب الحمد لله وخرجت دراهمي. قطاع البريد حاليا خاصه في اواخر سنه 2019 لقينا كثير من الخدمات تحسنت خاصه فيما يخص الجانب على مستوى الانترنت. فيما يخص الموزعات الآلية متواجدة تقريبا في كل المكاتب البريدية وهي تعمل بصورة عادية، وفي آفاق 2020-2021 تم تسجيل 5 مكاتب بريدية جديدة بولاية تندوف. بينما من المرتقب فتح مكاتب جديدة في إطار توفير الهياكل الضرورية للأقطاب السكنية الجديدة بحي الوئام والوفاق.